المجتمعات أكثر قابلية للإشاعة وانتشارها يعني من غيرها؟ هل تؤثر في انتشار الإشاعة مدى ثقافة المجتمع ووعي المجتمع، أم أن كل المجتمعات يعني تنطبق عليها موضوع الإشاعة وانطلائها عليها؟ هو لا شك أن الإنسان بطبيعته يعني ميال للخبر اللي مقتنع به هو، يعني هذا أمر بديهي وطبيعي. ولكن خاصة احنا مرينا بأربع عقود مع كل أسف مررت علينا ومورست علينا ثقافة جمهرة المواقع. فالمواطن الليبي الآن يتحدث باسم رئيس الدولة وباسم الخطيب وباسم المفتي، ومستعد يكافح ويخالف كل هؤلاء سياسيا وفكريا ودينيا وكل المجالات، مستعد أن يخاطب فيها المواطن الليبي تحت خلفية أنه هو مواطن حر ويعبر عن رأيه ويعبر عن حريته. في نفس الوقت ليس هناك ضوابط، المشكلة في هذا في موضوع الضوابط، يعني ليس هناك مسألة ضوابط لا عند المواطن نفسه ولا عند المؤسسة اللي موجودة. فأنا أقول أن الحل الوحيد هي مأسسة هذه الوسائل. لما نتحدث عن التلفزيون أو نتحدث عن الراديو أو نتحدث عن الفيس أو نتحدث عن كل الوسائل اللي هي سواء كانت الإلكترونية أو المسموعة أو الورقية أو التلفزيون، لما تكون مؤسسة، المؤسسة تعمل بمنطلقات مؤسسية. لا تأخذ الخبر، يعني المراسل احنا او مثلا الباحث او المحلل او كلهم عباره هو يسمع، تلقى المصادر متاعها فيسبوك او تلقاه تويتر او غيره دون اي احتياطات او دون ما فيش حتى كذلك هيئه تقاضي هؤلاء.